المعجزة الدينية، اللحظة التاريخية عندما أسلمت قبيلة يمنية بأكملها في يوم واحد. وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم أصحاب حكمة وإيمان. أسلمت القبيلة كلها في يوم واحد، فسجد النبي شكرا لله. أناس يحبون النبي ورهطه. كانت اليمن قبل الإسلام منفرطة العقد، لا تجمعها حكومة واحدة، وكان لكل قبيلة قيلها الذي يدعى في كثير من الأحيان بالملك. وكانت القبائل الكبرى كهمدان ومذحج وكندة وحمير والأشاعرة كانت شذر مذر، ومع هذا كانت خاضعة للاحتلال الفارسي الذي طرد الأحباش من اليمن. وحين بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن رسله، فاعتنقت القبائل اليمانية الإسلام في القرن السابع الميلادي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن مبعوث خاص، إنه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أرسله إلى قبيلة هي من أكبر القبائل اليمنية. ولما وصل الإمام علي عليه السلام إلى صنعاء استقبله أهلها بحفاوة واحترام، فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ألقى خطبة عظيمة أبهرت الحاضرين. وكان مما جاء فيها: ولما رأيت الخيل تقرع بالقناة فوارسها حمر العيون دوامي، تيممت همدان الذين هموهم إذا ناب أمر جنتي وحسامي، فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. فأسلمت قبيلة همدان كلها في يوم واحد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله لإسلامهم وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام، وقدمت وفودهم إلى المدينة المنورة.